صرنا بنص المشوار، اللي كان امبارح حلم صار اليوم حقيقة. من شهرين ضبيت شنطتي بالمغرب لتحقيق الحلم اللي كنت كنحلم بيه من سنين. تركت بلدي مصر ولحقت الموسيقى لأن هي حياتي. ما كنت متخيلة أبداً أوصل لهون، بس بإرادتي وعزمي صرت بنص المشوار. كل شي كان بخيالي وكل شي حلمت فيه هون عم بيصير حقيقة يوم بعد يوم. الوقت بيقطع بسرعة والأيام بتجري، وكل يوم بقرب أكتر من تحقيق حلمي الكبير. هنا قدرت نعبر عن حالي، وكل يوم يمر يثبت شكون أنا. الموسيقى غيرت لي حياتي، وبالأكاديمية تعلم أني أكون أنا قائد نفسي. شهرين تعلمت كتير وقطعت شوط كبير. هالشهرين من أهم مراحل حياتي، وقدرت أثبت حالي بعالم الإبهار. هون تعرفت على وجه جديد فيي، وقدرت بصوتي أعرف الناس علي أكثر. هنا بنعيش الصعب عشان نقدم الأحسن، بس مش بيبقى في ذاكرتنا إلا كل شيء حلو. ستار أكاديمي حلم كبير لينا الكل، وفرحة نتمنى إنه قاعدين وصلوها لقلب كل مشاهد عربي.